سيوة بقى مش بس بنقول أملاح وميديتيشن وتيجي تنزل في المياه المالحة أو تخش في أماكن كبريتية أو بحيرات كبريتية أو غيره أو عيون، في كمان كذا حاجة كده ليها علاقة بالتراث الجميل. طبعا بنتكلم على آثار، بنتكلم على الإسكندر الأكبر، بنتكلم على معبد أمون، بنتكلم على عيون كليوباترا، بس خلينا يعني نحدد موقفنا قوي من الفكرة اللي بتكلم فيها، فكرة التراث علاقتها بالعادات والتقاليد. العيون هنا بتيجي العريس والعروسة، صحاب العريس بيروحوا عيون معينة يغتسل ويوضبوه ويحطوا له ريحة حلوة ويستعد للعرس، وكمان العروسة بياخدوها عند بير بقى مخصوص للبنات، وصحاب العروسة يتلموا وبرضو تستحم أو تغتسل وكمان يوضبوها ويلبسوها اللبس الحلو اللي هي بتبقى عاملاه بإيدها، وبعد كده يروحوا بقى الفرح او اللي بيجتمع فيه بقى العيله كلها. في شويه عادات كده وتقاليد لطيفه. انتوا عارفين ان المدينه هنا بعيده بعد شويه عن المدن التانية، يعني يمكن اقرب مدينه هنا مرسى مطروح، فدايما يبقى في حاجه زي خطوبه كده بشكل او جواز ما بين العائلات بالكلمه، ويجي بقى المأذون يوثق، يجمعون كل الجوازات وتبقى موثقة علشان الدولة، ويبقوا داخلين في منظومة اللي الدولة هتعتمدها إن شاء الله أو بتعتمدها إنه كله يبقى موثق ورسمي. فدي برضو من الحاجات اللطيفة إن في اليوم ده بيبقى برضو في احتفالية كده إن المأذون جاي في كذا فرح بيتعملوا على أساس المأذون ده جاي بقى من مرسى مطروح. حاجة تجنن يعني، لو دخلنا في وسط الناس دي هنستمتع جدا بالحكايات بتاعتهم والأفكار بتاعتهم الحلوة. خليكم معانا، هنحكي كذا حاجة حلوة جدا ليها علاقة كمان بالآثار وفي نفس الوقت العادات والتقاليد. لما تبقى البني آدم كده سمعته سابقاه ويبقى الناس كلها بتحكي عنه والناس في أهل سيوة كلهم بيحبوه، وهو حكيم الحكماء وزي ما بيقولوا كده هو صاحب القوانين العرفية هنا تحت مظلة طبعا الدولة يعني، والناس دايما بتلجأ له في المشاكل. معانا يعني شيخ القبائل كلهم وحبيب القبائل كلهم وحبيب أهل سيوة وحبيب كمان ضيوف سيوة، وهو الشيخ عبد الرحمن الدميري. يا اهلا وسهلا يا شيخنا. يا مرحبا، شرفتونا في سيوة. احنا اولا انا ما كنتش متخيله ان البلد بالجمال ده، يعني طول عمري اسمع انه لازم تزوري سيوة لازم تزوري سيوة، لكن لما جيت الحقيقه اتفاجئت انها حاجات كتير قوي وحاجات حلوه قوي. بس سيبك بقى من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى حابه بيها الارض دي. أيوة. خلينا نتكلم في الانسان. ايوه، احكي لنا كده الشيخ عبد الرحمن الدميري عمل ايه في وقت صعب ان البني ادمين يتعلموا هنا، لكن انت اتعلمت، فاحكي لنا كده اتعلمت ازاي الاول. انا اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي دعا ربنا يقول وقل ربي زدني علما. فمنطلق هذه الايه، والدي الله يرحمه كان شيخ قبيله ومتعلم وله 6 اولاد. لما خلصت الإعدادية حوالي سنة 57 وكان تعديه هنا 4 سنين، ففي ناظر كان عندنا اسمه مبارك شحاتة، ربنا يديله الخير ويرحمه برحمة الواسعة، فتح لنا باب التعليم. طبعا شو كانت مقفولة خالص، فجه راح الإسكندرية قبلنا موافقة من مدير عام إن إحنا ننزل الإسكندرية معهد معلمين عشان يبقى نواه لتعليم سيوة. كويس جدا. فعرضوا على والدي، والدي طبعا رحب. من ضمن الناس قالوا له يعني انت اسكندريه ما كانش هنا لا تليفون ولا مواصلات ولا حاجه خالص. خالص. فيعني ابنك خليه قدامك اللي يخليه يشتغل اي شغلانه وخلاص. قال لهم انا عندي 6 وواحد مستغني عني، هو ده اعتبر مش موجود. تمام. طبعا دي ادتني حافز كبير طبعاً. كبير ان والدي يقول الكلام ده.
يعني وعزمه. عايزك تتعلم وعايزك تبقى احسن واحد. ايوه ايوه. فروحنا اسكندريه الحمد لله وقعدنا 3 سنين وخلصنا بنجاح والحمد لله، وخلصنا سنه 1960 تخرجت. كنت في اسكندريه، احنا كنا تابع اسكندريه. فلما قالوا تعالى خد استلم تعيينك تروح فين؟ قالوا انت من الاوائل تعين داخل. كنت شاطر الحمد لله داخل اسكندريه كويس. فقلت لهم لا انا عايز اروح سيوه. استغربوا سيوه كان ارجع بلدي تاني. ما كانش يعرفوا هم. قالوا سيوه ده بروح بنوديه له اللي هو ايه يعني راضين عنه قوي من حته العكس. ايوه. فقلت لهم سيوه ازاي؟ معك حد؟ قلت معي 5. قالوا ما يجوش. هذه جوابتهم مع الف سلامه. روح لسيوه. جيت سيوه هنا كان فيها مدرستين امون اغرمي، ما لا يتعدى الطلب اللي عندها 70 طالب مدرسي. ها ميري رسميه. فجيت فزملتنا بدانا نروح مدرسه والناس بدات تنظر الناس اي الله ده ابن الشيخ الدميري بقى مدرس وفلان بقى مدرس حاجه حلوه قوي. الله ما انا ابني يبقى زيه كده. ايوه الناس بتقلق. صح انفتاح التعليم. صح. فقعدنا هنا بين المدرسين نزلنا في الواحة وما كانش فيه بنت ما تعلمش خالص. ما هي صعب هتتعلم فين؟ ما هتقعد تمشي. فلما جيت طبعا هنا حبايبي وقرايبي ودي اختي دي مش عارف ايه بدات اخدهم معايا تساعدهم مدرسه اخدهم مدرسه كويس قوي. ما كانش ساعتها في تعليم خالص للبنات. عين انا كنت بجيب الملزمين عن طريق قسم الشرطه. يعني الاولاد عن طريق الشرطه الملزم في سن الزام ما بعد كشف المامور يجيب يقول لك لازم يجوا بقى الزام يجيب الامور يقول لازم يروح. صح كويس قوي. فالحمد لله انتشرت المدارس. المهم مش هنطول يعني. لا انا عايزك تطول براحتك خالص. قعدت هنا قعدت في امون حوالي سنتين. اشتغلت في المدرسه مدرس كويس قوي. بعدين اتنقلت اسمها مدرسه اورمي قعدت فيها حوالي 12 سنه مدرس وناظر، ورجعت كان لأمون ثاني ناظر، وبعد كده طلعت موجه قسم غرب ما شاء الله. لغايه السلوم، وبعدين رجعت ثاني كمدير اداره تعليمي في سيوه.
السر ان الناس هنا بتحبك قوي؟ وايه المشاكل اللي ممكن تكون بين القبائل وبعض، او مشاكل ما بين الناس وبعض، وانت كده بيقولوا لك يعني كلمتك بتبقى دايما ثقه، والكلمه اللي بتقولها بتبقى نافذه، وده مش هيجي بسهوله، ده عايز ثقه جامده قوي في وسط الناس. احكي لنا كده يعني المشاكل ايه؟ اولا هو اول دي حاجه فضل من الله سبحانه وتعالى، الحكمه دي بتاع نعمه من الله. والدي حكيم مفتش شيخ، وانا كنت بعد معاه وانا طفل بتعلم، فاخذت منه كله ونسيتك. وبعدين الاخلاص عليه عمل كبير، يعني الحق ده لا اخويا لا ابن عمي، لا حق حق. اخويا انا تعين معي في مدرسه تربيه تعليم، بدا يغيب شويه قلت له ما تروحش، اترفد مش عايز اترفد، لان مش حاسب تانيين، حاسبه الاولاني. وكان يعني الناس المغتربين بحببه هنا، تعالى عايز فلوس عايز تنزل اجازه انزل، انا حسابي ينزل اسبوع ويديني شغل شهر. كنت عايزهم يتعلموا، عايزهم يتعلموا عشان عارف ان البلد دي مش هتنفع غير بالتعليم. فالناس شافوا كده فقالوا لا احنا نودي اولادنا بقى لمعهد معلمين، ودوا دفعهم فتحوا معهد معلمين في مطروح قربوا بشار، نزل بقى الاولاد كلهم على مطروح. حلو قوي. بقى مدرسينا كلهم من سيوه. لكن الحاجات العرفيه اللي بينكم وبين بعض، العادات والتقاليد، لسه الجواز، الحاجات دي حلوه قوي ومش عايزينها تتغير. ثابته موجوده، واحنا بنكافح عشان ما نغير لا تقاليد ولا عادات ولا اصول. اللبس والاكل والامازيغ اللي هو السيوي. التراث ده لما اتكلم سيوي قدام حد يقول لي لا ده تراثي انا، ده تراثي انا بفتخر بيه لما اتكلم سيوي. ايوه ليه؟ المفروض احنا من القاهره ومن كل حته نتعلم سيوي برضه. ليه؟ ده يبقى انضميت لنا حلوه. لازم. ايوه تمام. مش حته مهمه من مصر. ايوه. طبعا. المهم يعني التعلم بقى توسع التعليم. انا خلصت طلعت المعاش سنه 2000، هنا عندنا حوالي 27 مدرسه ثانوي وصنايع ما شاء الله وزراعه وتجاري. عقبال ما يبقى في ثانوي للبنات ويبقى عندكم كليه سياحه وفنادق وكليه زراعه ويبقى عندكم كليات في كل حته. عندنا احنا بنات مش لغايه الاعدادي معيدين في الكليه، معيدين كليه بس بيضطروا يسافروا بقى حتت بعيده ويتبهدلوا. انما هنا عندنا مدرسين هنا موجودين سويين. لما انا شفت الحاجه فتحيه كمان الاستاذه فتحيه كانت معايا انا في الشغل. على يد ما هي بتشكر فيك جدا، وهي اللي قالت لنا ان احنا لازم نعمل معاك لقاء. ده ناس كتير كل ما يقابلونا يقول لنا هو ده احسن واحد تعمل مع القاء. طب قول لي الشيخ عبد الرحمن، يعني ال- 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 الحاجات دي كلها، اولا سيوه دي عارف لو في حته منها كده بره كانوا بيعملوا عليها هليله، حته عين ميه، حته بير كبريت، بحيره مالحه، يعني انتوا عندكم بقى كل ده وبلح وصحراء واثار فرعونيه واسكندر وكل يعني لو جت يوم من الايام الدوله قالت لكم طب بس بقى احنا عايزين السياحه تيجي هنا تنتعش والاجانب يرجعوا تاني زي زمان واكتر بكتير، انتوا هتساعدوهم والناس عندها استعداد انها تشتغل مع الدوله؟ قوي. ولا تقولوا لا احنا مش عايزين بقى الارض تبوظ وتيجوا بقى تعملوا لنا تلوث احنا دلوقتي حاليا بننادي بالسياحه وبدا يجوا، لان السياحه دي لها برضو ايه؟ عائد كويس على اهل صوت على الاهالي طبعا. في اسره هتعيش على السياحه ممكن البلد كلها تنتعش. لما تنتعش لما الانتقاد ينتعش الناس تنتعش والتعليم التعليم هيكثر ويحب الثقافه هتتوسع في عندنا اولاد دلوقتي بيتكلموا انجليزي اللي هم شغالين مع السياحه كويس، يبقى عربي وامازيغي وانجليزي. لا احنا ما عندناش امازيغي، احنا اسمها ايه؟ سيوي. لان احنا غير امازيغيين، انا برضو المعلومات ما تجيش غير من صاحب المعلومه. لا 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 احنا طول الوقت يقول لك ده امازيغي. لا 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 احنا سيوي؟ احنا سيوي اصلا من الجزيره العربيه اصلا وننتمي للدوله المصريه راسا وعقب. الجزيره العربيه وكل ده بقى في خليط في بعض امازيغ بس قليل خالص. امازيغ ده في لكن بيتكلم نفس اللغه. لا حاجه تانية. لا شمال افريقيا. لا امال ايه؟ ليبيا والجزائر مش عارف مين اللي طلع الاشاعات دي. هم او في واحد بيتكلم عن مزاجه اللي بيتكلم غير علم. لا ده لا دي اسمها سيوي بس. سيوي بس ما فيش حد بيتكلم غيركم بس. لا غيرنا احنا بس ما فيش. طب ده حلو قوي. احنا في جزائر فيش بعض كلمات تقابلت انا معاهم في المدينه المنوره كلمنا بعض بس بالتعب يعني كلامنا مش زي ما بيتكلموا.
سمعت عن احتفاليه جميله قوي قوي عندكم اسمها سياحه. ايوه النبي تحكي لنا عليها. انا سمعت من كذا حد بس انا عايزه حضرتك اللي تحكي لنا عليها. وانا المسؤول عنها. طب شفت بقى. ايوه سمعت ان انت المسؤول عنها. أيوة. فعلا. فاحكي لنا كده من وجهه نظرك انت فكرت في الفكره دي ازاي. لا مش انا فكرت دي الطريقه المدنيه الشاذليه صوفي الطريقه الصوفيه. بدات الظهور سنه 1240 هجريه. 1240 هجريه ظهرت الطريقه المدنيه في 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 الغرب. جت سيوة هنا 1285 عملنا اول سياحه الناس اجدادنا بقى. فكان بيعملوها يوم واحد بتجمع الناس كلهم بقى من اللي بقى بشروف واللي بهي الدين واللي في مطروح كل الناس بتيجي. ده مش بس هنا في سيوة ده كمان المدن اللي حواليه كله بيجي. ومن مصر ومن الصعيد كله بتبقى تمام من الصعيد ايوه بتبقى تجمع حلو جدا. لان نلتم كل الناس جميع الثقافات والاشكال نلتم في السياحه. يبقى في ود وحب كده وتبادل. واحد بياكل عيش وملح زي ما بيقولوا مع بعض. مع بعض كله ما حدش ياكل لغايه واحد خلص حط الاطباق كلها واحد من فوق المسؤول يقول بسم الله الناس تاكل حتى الاولاد يقعد كلمه في اي خلاف بقى اي مشاكل تخلص بنخلصها ويقوموا فعلا خلصانه ولا تفضل برضو شويه الحساسيه. لا ما فيش. احنا ميزتنا هنا المجلس العرفي ما بيسيبش اثار. نجيب 10 من هنا من القبيله و10 من القبيله الثانيه وعمامه ونقعدوا تعال يا فلان احكي تعال يا فلان. لكن يلتزموا بكلمتك. يلتزم لازم يلتزم. واخد بالك؟ في مشاكل كبيره برضه بتخلص. كويس قوي. سواء الجواز اراضي عيون غلط في الانسان كله بيخلص. كويس. سمعنا ان الفرح ثلاث ايام. انا مش عايز اطول عليك. انا عارفه ان انت بتفتتح مصنع كده ربنا يبارك كده مصنع من التمور وغيره. لكن احنا فرصه ان الناس تعرف سيوه اكتر واهلها اعتقد فرصه كويسه جدا. محمد حسن لان عبد العزيز الدكتور عبد العزيز قال لي عليكم. ايوه طبعا ما احنا عملنا مع القاء محترم جدا قال لنا شويه معلومات. ابنك طبعا ده حاجه فخر والله. احنا من اجمل اللقاءات برضو اللي عملناها. يعني بسالك كده سريعا عن الفرح عن الازياء عن الحاجات الحلوه اللي البنات بتعملها في البيوت التطريز واللبس موجود. يعني ده عايزين نسوقه حلو قوي ان شاء الله كله. يعني ده ممكن يصدر للعالم بيصدروا بيعملوا الناس يعني دلوقتي الناس السياحه شغاله على هذا. كنت لابسه فستان عروسه على فكره من يومين كده ما شاء الله جميل. انا لا انا طبعا عروسه بقالي 60 سنه يعني ربنا 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 يبارك فيك. لكن فستان مترس حلو والاعمال اليدويه بتاعتهم حلوه. طب ده جزء قوي والقماشات حلوه والجزء اللي يخص التمر ويخص وانتوا عندكم مهرجان تمر جميل. والجزء اللي يخص الزيتون ومنتجات الزيتون كنا على المنتجات دي ده ممكن تصدره للعالم. ايوه سيوه مليانه خيرات. ربنا يقول وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت ايديهم افر يشكرون. يعني العيون مفجره غير طبيعيه كله طبيعي معاك خير طبيعي من ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين هنا اللي ياكل عمره ما نقول لحد ما تاكلش. سمعنا لا سمعنا ان المزارع مفتوحه مفتوحه لاي حد لاي حد ياكل ما هو عايز. وبعدين احنا الناس هنا كرمة يضيفوا على الموجود الجود بالموجود. شيخنا نفسك تشوف ايه في سيوه بقى؟ يعني حلمك ايه يبقى في سيوه؟ انا عايز سيوه فيها كليات. والله جامعه جامعه كليات او جامعه تخص كاملة. يبقى سياحه وفنادق صحراويه كل حاجات صحراويه تخص. أيوة صحيح. ده ابحاث ده امنيتي انا لو اداني عمر ربنا اشوفه في جامعه في سيوه هنا يبقى ده يبقى فخر لنا كبير. وده يبقى فخر اساس لي انا الحمد لله. أو كل مشايخهم اللي قاعدين كلهم دول انا استاذهم من خلال بقى طبعا الحمد لله. من خلال بقى مجلس النواب. ايوه النواب والمشايخ والرئيس والرئيس الف خيره عملنا مشروع العملاق مشروع الصرف الصحي ده مشروع عملاق. لولا هو 30 سنه دلوقتي لولا الرئيس مش حتنحل المشكله. فاحنا بنقدر له كل تقدير وكل خير. انت توصينا بقى لما نحب نتفسح نتفسح نروح فين؟ تروح في اسمها عين كليوباترا وفي معبد امون وفي شالي حسن شالي وتروح ابو شروف برضه فيها هناك وتروح بهي الدين. سيوه واسعه. سيوه فيها وعيون كبريتيه كل حاجه موجوده تنزل وملحت اللي هنا جنبكم دي فيها دواء جلديه ما فيش حاجه في وهنا طاقه ايجابيه كده وتحس ان الجو نظيف. بركه ربنا حلوه. الجو نظيف مش تلوث. شكرا يا شيخنا وربنا يبارك فيك يا رب وتشوف كل احلامك كلها تتحقق هنا يا رب يا رب.
الحته اللي احنا واقفين فيها دي زي ما انتم شايفين كده تحس ان انتم في الجنه. عندك اللون الازرق، اللون الاخضر بالنخل الرائع ده، وكمان اللون الاصفر بفكره الجبال اللي موجوده هنا، بالتاريخ، بالاراضي الزراعيه، بشويه البحيرات اللي تجنن، باسكندر الاكبر، معبد الوحي، لانه المكان اللي احنا فيه دلوقتي ده بيسمى معبد الوحي. فده منظر من كل الجوانب هتلاقوه عامل زي اللوحات الزيتيه، حاجه رائعه الجمال. يعني بجد سيوه مليانه خيرات ثروات، سواء على مستوى التاريخ ومستوى السياحه الثقافيه، سواء على مستوى المهرجانات الخاصه بالتمر وبالتمور المختلفه اللي بيشارك فيها ممكن دول تانية، سواء بالبحيرات الملحيه، وبنتكلم على سياحه استشفائيه. يمكن الناس بتبقى العالم كله ممكن يبقى عنده بير ميه واحد يعمل عليه كل ليله ويعمل عليه منتجعات. احنا هنا كميه الابار والعيون والعيون الكبريتيه اللي بتشفي من كتير امراض، البحيرات المالحه اللي بتاخد الطاقه السلبيه وتديك طاقه ايجابيه. مدير عام آثار مطروح وسيوة دكتور عبد العزيز الدنيري. عايز أقول لكم إن هنا بيحبوه جدا، هنعرف ليه بقى. يا أهلا وسهلا. أهلا بيكم، مرحبا بيكم. يعني الصيت سابق من وإحنا جايين في السكة، بيقولوا دكتور عبد العزيز، دكتور عبد العزيز. فحكي لنا الحب ده بقى يعني مرجعيته إيه؟ الله يبارك فيك. عشان إحنا بنعشق العلوم ونعشق التاريخ والأثار، وإحنا بنستثمر التاريخ والأثار لمعرفة الحقائق القديمة وتخدم على العصر الحديث. كويس جدا. خلينا نبتدي بقى نتكلم عن سيوة شوية. أنا متخيلتش الحقيقة إن في كم الآثار دي. قلت مكان بعيد، وحتى بعيد عن المصري القديم، بعيد عن الإسكندر، بعيد عن يعني التاريخ اللي اتعمل ده كله، لكن كمية مساحة الآثار اللي اتبنت كتير، وسمعنا إن في مقابر وده معبد أمون. فاحكي لنا كده الحكايات والقصص فيما يخص آثار سيوة. حضرتك فعلا بالنسبة لنا حاليا سيوة بعيدة نائية، لكن في العالم القديم ما كانتش كده، كانت نقطة وصل بين شمال أفريقيا ووادي النيل. كويس. وادي النيل حيث الحضارة، حيث التقدم، حيث العظمة. تمام. فكل شعوب الأخرى بتقصد وادي النيل، فكل شعوب شمال أفريقيا ووسط أفريقيا عن طريق سيوة كمحطة تجارية. كويس. ومحطة لالتقاء القوافل. زد على ذلك ان شهرة معبد امون وحي امون ده في ذلك العصر طبعا احد اهم المعبودات الموجودة للمصريين ولليونانيين. ليه سموه وحي امون؟ بعد كده تسمى الاسكندر الاكبر رغم انه الاساس فيه تاريخ مصري قديم، لكن هو بس تاني زاره في 33 قبل الميلاد. حضرتك قلت سؤال مهم جدا، اسمه معبد وحي امون، اوراكل تمبل بالانجليزي. وطبعا هو مش ده بس، ده ومعبد تاني وما بينهم سور وبوديوم، يعني ممر. كويس. مرصوف زي نظام الاقصر. كويس. لكن في العصر اليوناني الروماني طبعا لما جاء الاسكندر الاكبر تسميه سياحيه قالوا الاسكندر، لكن احنا بتوع الاصح نقول وحي امون. حقنا. ده الحق، ده الحقيقه. وزد على ذلك انه في العصر اليوناني الروماني دمجوا الآلهة المصرية مع الآلهة اليونانية. أيوة. أصبح زيوس أمون. في العصر الروماني دمجوا الآلهة الرومانية مع الآلهة المصرية بقى جوبيتر أمون. فمن هنا جت التسمية، ومن هنا إيه أصبحت الشهرة وحي أمون. أو كان مشهور عالميا في نظام يعني استطلاع الغيب أو حاجة زي كده، الملوك تبعته وتعرف. طب احكي لنا البيوت، الاوض او الغرف اللي ورانا دي قصتها ايه وبتعمل ايه؟ يعني اعتقد ده المعبد اللي هو الحجر بتاعنا اللي احنا عارفينه، ده بيجي منين؟
الحجر ده؟ ده المعبد ده جاي من محجر في جبل الدكرور اللي جنبنا هنا. طب كويس، يعني مش جايبينه من بعيد. ومكان تاني اسمه محجر خنيس. تمام. لا، اللي ورانا بقى، اللي ورانا ده امون كومبلكس. المعبد ده وعلى بعد 400 متر معبد تاني. ده كله كان في مكان واحد ويحيط بسور. بعد كده في العصور الوسطى، يعني دي حاجات مستجدة طبعا. مستجدة، يعني ما بقاش المعبد له أهمية بعد المسيحية، بعد الإسلام، فكسروا والحجارة كلها وعملوا ريوزد، بنوا نفس الحجارة دي، بنوا بيها مسجد، بس كسروها لان كان زمان كنت زي ما يعرفوش يشيلوها. كبيره طبعا. شوف بتوع زمان ما شاء الله. واحنا طبعا كسرناها وعملوا بها عماره الكرشيف، اسلوب عماره الكرشيف. فبنوا كرشيف بالمكسر، يعني المكسر ومونه معينه فيها ملح، طبقه ملح. دي بتعمل زي الكونكريت، زي الاسمنت كده. طبعا اصبحت قريه. شالي سيوه، شالي يعني دي كانت بيوت الناس عايشه فيها. الناس عايشه فيها، وسوق وورس ويعني وباب بيقفل عليهم، ومسجد وجامع، كومباوند يعني كومباوند بالعصر الحديث، كومباوند. كويس جدا. احب انا اقول، هل دول كانت الناس الراقيه عايشه هنا ولا عموما اهل البلد؟ لا، كل البلد، لان كان زمان ما حدش بيعيش تحت الزراعه والحياه اليوميه عاديه، لكن السكنه لازم في منطقه جبليه يعني محصنه. بنحاول نعمل ده دلوقتي، ان احنا نبعد اصحاب الارض عن الارض في مناطق محيطه، يعني يبعدوا عن الارض. هي نفس الفكره. كويس. الحاجه الثانيه المهمه اللي انا يعني احب، سيوه بعيده بس في العصور القديمه كانت مهمه جدا. كانت عندنا نقوش طالعه اسمها نوموس. نوموس باليوناني معناها ولايه او مقاطعه. ومع النوموس بيبقى في كذا قريه اسمها كومي باليوناني. فلقينا نقوش هنا طالعه من الحفاير بتحكي الكلام ده، وتحكي ان احد النقوش ان هنا بيتعبدوا لإيزيس وبارامون وأمون، وإنه تابعة لوالي الأسكندرية في ذلك العصر. وكان في استراتيجوس، يعني قائد أو حاكم عسكري برضو في هذا المكان. استراتيجوس دي قائد، لكن جاية منها استراتيجي ولا ملاش دعوة؟ لا، ده كلمة يونانية. استراتيجوس يعني قائد إقليم أو مقاطعة أو زي المحافظ أو قائد منطقة عسكرية. وبعد كده لقينا أكيد موضوع نقوش تانية نفس الشيء. في بعدها بحوالي 50 أو 60 سنة بنوا معبد تاني روماني فيه نفس التأكيد، وإنه الحاكم في اسكندرية اسمه ليبراليكس سيميلوس ليبراليكس، والحاكم اللي هنا اسمه الاستراتيجوس إيباغاسوس. فمعنى ذلك اهتمام. وعلى فكرة 12 معبد في العصر اليوناني الروماني هنا غير المعبد. يعني العسكريه كانت مهتمه بشكل خاص كمان بسيوه، انها لازم تامنها ولازم يبقى فيها قاده عسكريه. لا، استراتيجوس مش عسكريه. استراتيجوس باليوناني معناها حاكم اقليم او محافظ. ملوش دعوه بالجيش، ملوش دعوه. مش مفيش زي عمده كده، ما فيش مزج بين زي العمده يعني. لا، حاكم في العصر اليوناني الروماني تحت ايديه كان في محكومين كتير، في مواطنين. هو حاكم الاقليم، حاكم الاقليم. وكان عاصمه مصر آنذاك الاسكندريه. فكانت مقاطعه او ولايه تابعه للاسكندريه. مستكشفين بقى، المستكشفين اللي بيجوا، لان واضح ان في ثروات هنا مدفونه كمان كتير. المستكشفين اخبارهم ايه، وبيجوا من انهي جنسيات، وهل في مستكشفين مصريين بداوا يجوا هنا؟ لان واضح انا حاسه كده انه هيبقى في فتره القادمه دي هيبقى في اكتشافات كتير ممكن تبقى موجوده في سيناء. اول مستكشفين المجلس الاعلى للاثار. طبعا احنا عملنا شغل هنا بالوزاره مصريين. احنا مصريين عملنا شغل كتير الحمد لله، وطلعنا ناتج حفائر كتير، ونشرنا الدراسات دي موجوده في كذا حاجه، وبالاضافه اللي بعثات أجنبية اشتغلت. طبعا بعثات في ألمانية، في يونانية، في فرنسية، في إيطالية. كويس
دول اللي جم اشتغلوا في اماكن متفرقه. في مكان تاني واعد او منتظر منه ان احنا نلاقي فيه بقى اثار كمان؟ كل محافظه مطروح واعده. مطروح بقى كلها مش بس الساحل كمان عندنا تلال اسانيد كتير لم تنقب بعد. ده في اكيد مقابر، يعني احكي لي على المقبره اللي موجوده هنا او مشهوره هنا. مقبره سي امون. سي امون في جبل الموتى دي احسن واهم واجمل واكمل المقابر الموجوده في الساحل الغربي عموما يعني. ودي لحاكم او يعني شخصيه مرموقه او نبيله في سيوة اسمه سي امون. الاسم اسمه مركب يعني زي ما تقول عبد الله. بس جت الاسم من هنا ولا ايه؟ لا امون ده بعد كل ما سيوة. سيوة. لا 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 سيوة بقى جت من حاجه ثانيه. فطبعا عايزين نعرفها برضه سيوة جت منين. مقبره سي امون فيها مزج بين الطراز المصري الفرعوني والطراز اليوناني، في تداخل بين الحضارتين او الفنين. بالنسبه لسيوة جت منين الاسم؟ جميل جدا السؤال ده. الاسم اصلا في معبد الوحي هنا اهو بالهيروغليفي اسمه ساينتر. ساينتر بالهيروغليفيه معناها البلد او المكان اللي على الحدود. مكانه كده. وجات في العصور العربيه والاسلاميه. ده الحدود بقى ايه، الشماليه ولا المقصود بيها الغربيه؟ معلش الغربيه. احنا عندنا في الحدود الغربيه لمصر حته اسمها زاويه ام الرخم في مرسى مطروح، رمسيس الثاني عمل حصن ومعبد هناك. أيوه. موجود لغايه دلوقتي ونقوشه موجوده، وهنا برضو نفس الشيء طبعا، هنا بس اكتر اصلا موجود هنا اكتر. فالاسم تاني مره تانيه سي لا سان سا فا انتام. تمام. بس بعد كده في العصور اللاحقه البيزنطيه والاسلاميه سمت سنتريا جايه من ساينتر. وسمت الواحه الاقصى عشان عندنا الواحه الخارجه والداخله والفرافره والبحريه. الاقصى هنا سيوه، ما واحه الاقصى جهه الغرب. فدي سيوه بقى سنتريا، بعد كده سيوه. سيوه بقى برضو ايه جت، ابن خلدون قال جت من تسويق السكان اسمهم تيسوا او السويين، سكان شمال افريقيا. تمام. فاسمهم السويين، فجت يعني تسميه من اصل السكان. كويس جدا. انا شايفه الترميم ممكن يكون قديم شويه، يعني في حصل ترميم واحنا عارفين ان احنا بنخاف من الجبس ده، في الترميم ممكن ياثر على الاثر نفسه. هل انتوا كمان محطوطين في خطه انه يحصل ترميمات بالاجهزه الحديثه والافكار، وخاصه الحاجات اللي ورا دي واحد زعلان عليها، لان هم حتى انا عارفه ان انتوا قافلينها، وسمعت حتى الناس اللي بتشتغل هنا بتقول لنا بعد اذنكم لان ده قايل السقوط، فعايزين نحافظ عليه بقدر الامكان. فهل فكره الترميم وارده هنا بالحاجات الحديثه بقى؟ حضرتك الترميم في المعبد ده طبعا ده احد اهم واشهر المعابد علشان الاسكندر جه زاره. فطبعا المعبد مبني فوق هضبه على عكس النظام المصري بيبني في في في, في, آه تحت منطقة هنا عشان المزج مزج بين الحضاره اليونانيه والحضاره ايه المصريه، بنوه فوق هضبه وعلى الحافه. فيعني وضعه كان بس حكايه الهضبه دي برضو نوع من الحمايه، انهم يبقوا بيراقبوا بقى لو في اعداء ولا حاجه ولا ملاك. بص انا نعتقد، لا نعتقد انه عشان انت عارفه اخر عصر الفرعوني واليوناني فالحضارتين امتزجت في بعض. كويس. فخدوا من ده وخدوا من ده. اليونانيين بيبنوا فوق هضبه، ما بيبنيش المعبد تحت ابدا. المصريين بيبنوا فين؟ في الوادي او في الغار. فيعني عنده واحد لان الموتى بيبقى المقابر بتاعتهم في العادي ممكن تبقى على حتت مرتفعه. بالظبط العكس بقى، هنا عملوا معبد فوق والمعبد الثاني في الساحل. في ما بينهم مصلحه. وبس الترميم ده حصل طبعا، ده اسمه سبورت او سند دعم عشان من زمان، الكلام ده من زمان من 40 سنه. أيوة. عشان ما يقعش. ثم جت بعثه المانيه مع هيئه الاثار، انت مش هتاخدي بالك من الترميم. وده اللي انا حبيتها والله. بصي حضرتك الكاميرا هناك احسن واحدث ما وصل اليه فن الترميم. عملوا دريلينج، خرموا الحته الاجزاء الايله للسقوط او المشروخه او المشققه، عملوا فيها ستانلس يعني اسيخ من ستانلس وحقنت بمواد معينه وحط لها براشيم، فاصبح ما فيش متماسكه جدا، متماسكه ما فيش خطوره، وفي نفس الوقت الاثر زي ما هو. ولكن ما ياثرش بقى عليه. لا سبورت سبورت اوريدي. لو ركزتي الكلام ده امتى؟ الكلام ده بدا يعني البعثه الالمانيه اشتغلت الموضوع ده حوالي 12 سنه. كويس. مش هنا بس، انت جوه ده داخل المعبد ده كله متربط في بعضه. كويس جدا. متربط في بعضه. فاما بالنسبه للترميمات الثانيه طبعا الاثار احنا بنحافظ على كل الاثار. هنا المكان ده في اثار يونانيه، اثار مصريه فرعونيه يونانيه رومانيه، اثار عصر القرون الوسطى
واسلامي وحديث. فطبعا مهم جدا احنا نحافظ على مكونات المكان اصلا عشان يبقى ليه خصوصيه وميزه. منتظرين ان السياحه تزيد، ولو السياحه زادت شايفين ان الاماكن دي انا شايفه انها واعده جدا انه يجي فيه اجانب ويجوا يبصوا على كم الاثار دي. فعلا يعني ان شاء الله يعني السياحه الاجنبيه تستقر، السياحه الداخليه ما شاء الله يعني كويس جدا جدا، لكن السياحه الاجنبيه طبعا يعني هي يعني سوى سوق كبير بالنسبه لها. بس منتظرين لما يحصل فتح كده كورونا والدنيا دي طبعا عطلت، لكن مع ذلك اجانب بيجوا بشكل فردي كده، بشكل فردي. لا ان شاء الله الدنيا تبقى جميله، لان سيوه تستاهل بصراحه، وانتوا كمان تستاهلوا، بتحبوا المكان ولازم تشوفوا خير المكان ان شاء الله. بنشكرك، شكرا جزيلا. عفوا عفوا ليكم وكل توفيق، واهلا وسهلا بكم في سيوه وفي مطروح، و يعني شفتوا الجمال، يعني تصوروا الجمال ده وتقول للناس. والله انا بقول لك انا قبل ما اجي ما كنتش متخيله، لا كميه حاجات كتير جدا الواحد يتكلم عنها، فاحنا سعداء يعني. واحنا سعداء والله. شكرا، مرحبا.